أيدت محكمة النقد حكما بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ليصبح ثاني حكم نهائي بالمؤبد عليه، حيث رفضت محكمة النقد طعن بديع وآخرين على أحكام السجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لعام 2016 في قضية تتعلق بأحداث عنف وقعت بمدينة الإسماعيلية شرق القاهرة في عام 2013. يشار إلى أن محكمة النقد كانت قد أيدت حكما آخر بالسجن المؤبد على بديع البالغ من العمر 74 عاما في قضية تتصل بأحداث عنف وقعت بمدينة قليوب.